أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف أنفاس. ضيفنا اليوم يونس أبو بكري، رئيس جمعية مستثمري وسطاء التأمين بالمغرب، وذلك على ضوء الخرجة الإعلامية لأحمد رحو رئيس المجلس المنافسة بتأكيده صدور وشيك لتقرير المجلس حول قطاع التأمين. أهلا وسهلا أستاذ يونس، مرحبا بك. مرحبا سي عبد الله، وكنشكركم على الاستضافة. مرحبا سي يونس، بداية ما تعليقك على ما أعلن عنه أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة بخصوص صدور تقرير وشيك حول قطاع التأمين؟ بطبيعة الحال احنا في إطارنا كفاعلين وكمهني في قطاع ديال التأمين يعني كنشيدوا بعد صدور الوشيك ديال التقرير ديال مجلس المنافسة اللي صرح به سي أحمد رحو مؤخرا في الخرجة ديالو في وسط الفقيه التطواني، وكنعتبروا بان كان واحد التاخر ربما، وحنا كنطالبوا الاسراع ديال صدور ديال التقرير، لان ما يعني القطاع حاليا يعني الشيء الكثير، يعني كاين صعوبات اجتماعيه واقتصاديه كنعانيوا منها حنا اولا كوسطاء ديال التامين يعني في القطاع، وهذا الشيء راه مجهودات كبيره تبذلت فيه باش نعرفوا بهذه المشاكل سواء مجلس المنافسه او باقي المؤسسات اللي غنجيو لها من بعد. فاللي نقدروا نقولوا هو كنتمناو انه يشير بعمق المشاكل اللي كيعانيها القطاع من سياسات احتكاريه وتواطؤات ما بين شركات من فيما بينها وشركات من شركات الابناك، واللي كتضرب التنافسيه وكتضرب التنميه ديال القطاع ديال التامين، وكتضرب حتى بالمستهلك بالنسبه للمغربي اللي كيعاني من هذه المشاكل، وحنا كنتظروه يعني بفارغ الصبر. وكنقولوا بان كنتمنوا انها حيت حتى التواطؤات اللي تشارلها في قطاع المحروقات اللي كتمس جميع المستثمرين والمستهلكين في المغرب، اللي بينات ان كاين واحد التواطؤات ما بين الفاعلين في هذاك القطاع، الخلاف اللي نقدروا نقولوا وجه المقارنه، حنا التواطؤات واضحه، لان ما غاديش نبقاو نقلبوا على لي بري واش طالعين واش نازلين شحال شرا هذا شحال شرا هذاك. قطاع التامين يعني محرر منذ 2006، ونقدر نعطيك فقط غير تامين المسؤوليه المدنيه للعربات باقي نفس الثمن عند جميع الشركات، وهنا كيبين بانه واخا محرر ما كانش انعكاس على المستهلك المغربي وعلى الوسطاء في التنافسيه ديالهم، بالعكس يعني كاين واحد التواطؤ ما بين جميع الشركات من اجل انهم يحافظوا على الثمن باش يحافظوا على الحصص ديالهم في السوق بدون اي تنافسيه. ووقعوا مؤشرات اخرى ديال التواطؤات، ما نساوش خلص التامين في 2020، ما نساوش داك التمديد ديال التامين اللي كان في الكوفيد، يعني كاين بزاف ديال النقط اللي يقدر يعتمدها. ثانيا كاين اشكاليه ديال الابناك اللي حتى هي كتقوم بتسويق، عدد كبير من الوكالات كيقوموا بتسويق عقود التامين بدون الحصول على اي ترخيص من الدوله المغربيه، وهذا كيدخل في باب كاع النصب على المستهلك المغربي، لان انت ماشي مستشار، ما عندكش رخصه، ما عندك حتى شي حاجه، وكتبيع وكتنافس ناس معتمدين، وهذا اللي كيمسنا وضرنا صراحه. وكاين اقفال ديال العشرات الى بقيت المئات ديال الوسطاء كل سنه، وجا الوقت انه خصو يتحددوا. خصنا نعرفوا واحد النقطه نشير لها سي عبد الله في التدخل، هو انه هذو كيعتبروا جرائم اقتصاديه كيتمارسوا عندنا، وعندنا مجلس المنافسه في المغرب. فهاد الجرائم الا ما جيناش نعرفوا بها ونتخذوا العقوبات المناسبه فيها، واللي كتساعد ميزانيه ديال الدوله باش هاد الفاعلين ينضبطوا للقانون، فهاد التاخر كيزيد في الاضرار، والوقت ما كيساعفش باش نزيدوا مازال نطولوا في هذا. فملي قال هو التقرير غادي يصدر، حنا كنتمناو يصدر اليوم قبل غدا، باش على الاقل الراي العام وهذوك الفاعلين ينضبطوا للقانون ونحترموا بعضياتنا في اطار تنافسي شريف. وبغيت نقول واحد القضيه، المجلس عنده دور كبير، راه مجلس المنافسه كاين في دول العالم متقدم، سافو يدير ان حنا علاش كاين هاد المؤسسات، كاينين واخا كاين في دول متقدمه وعندها فاعلين اللي كيحترموا تعهدات وضوابط قانونيه، هما في الاخر وفي الاول كاين مجلس المنافسة باش يراقب أي اختلال. حنا راه المغرب 123 في مؤشر التنمية، كيبين لك هنا أنه إلا كنا حنا متخلفين في التنمية ديالنا، راه لأن كاين خروقات في الأسواق والاقتصاد اللي كتمس بالتنمية، وهنا الدور ديال هذه المؤسسات باش يهزوا بالمغرب ويمشي في إطار التنمية اللي خصو يمشي فيها. وهاد الاختلالات في قطاع التأمين ومجموعة من المؤشرات شرطوا لهم في التقرير الاخير ديال الجمعيه ديالكم، يعني كيفاش كان التفاعل مع التقرير وفين وصلت الملفات ديالكم وتظلمات ديال الجمعيه المعروضه لدى باقي المؤسسات الدستوريه لا سيما رئاسه الحكومه ووسيط المملكه والبرلمان؟
بالفعل صدر واحد التقرير اللي هو جد هام، وكنشكروا الصحافه المغربيه اللي واكبات الصدور ديالو والمضامين ديالو، واللي خدا واحد الحيز الزمني جد مهم ورقي ولا سمعي ولا بصري، واللي اكد على وجود فعلا اختلالات وتواطؤات وسياسات احتكاريه واتفاقات ما بين الفاعلين الاقتصاديين المهمين في قطاع التامين. وللاسف الشديد هذا كان مسكوت عنه وما دخلتش فيه هيئه مراقبه التامين التحديد الاجتماعي، خلى الجمعيه اللي هي حديثه العهد في القطاع انها تحمل مسؤوليتها كامله في اطار الخراطه في سياسه تشاركيه، وفي اطار انها كتحاول تساعد الدوله المغربيه بمؤسستها كامله انها تعرف الواقع الحقيقي للقطاع اللي كيختلف على التقارير اللي كترفع الرئيس الحكومه عن طريق هيئه مراقبه التامين التحديد الاجتماعي، او التقارير اللي كترفع جهه الملك عن طريق بنك المغرب. هنا كنبينوا بان كاينه صوره ديال السياسه الاحتكاريه وتواطؤات اللي كتمسنا وضراتنا، وكاين واحد بحال واحد الفوضى في القطاع، عوض ما يكون القطاع هو قطاع مهيكل وعنده مدونه وبزاف د الحوايج، ولكن كيعاني من واحد العابات اللي السبب ديالو هو غياب المراقبه. بالفعل المشاكل ديال القطاع ما كتهمش غير السياسات الاحتكاريه والتواطؤات والمنافسه غير المشروعه وغير الشريفه في القطاع، بل كاين ايضا مشاكل اخرى اللي كانت كتهم يعني هيئه المراقبه التامينات. كاين تظلم عند الرئيس عند وسيط الملكه، اللي هو على ضوء صدرت واحد التوصيه كتحذر من ما يعاني القطاع من مشاكل وغياب التدخل ديال هذه الهيئه، اللي على ضوء عاوتاني تحالت العام اللي فات دوبي ديال هذه السنه، العام فات كانت توصيه وهذا العام كاين احاله على رئيس الحكومه بخصوص ما يقع في فئات مراقبة التأمينات. بالمقابل كاين مشاكل أخرى اللي كتهم الجانب هو لجوءنا إلى المؤسسات ديال السلطة القضائية، لأن الوسطاء هانوا ماشي غير من هذه المشاكل، حنا كنعانيو من منافسة غير مشروعة ومشاكل ديال 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 تعسفات شركة التأمين. بالمقابل ملي كنجئوا للقضاء كنلقاو أحكام ربما للأسف ما كتنصفناش وكتكون فيها متابعات بشي كيديه. هذا اللي خلانا نلجؤوا لجوج مؤسسات اللي هي رئاسه النيابه العامه من اجل التعريف بهذه المشاكل. وكان واضح عقدتوا الجمعيه ديالكم الاسبوع الماضي مع مؤسسه رئاسه النيابه العامه، شنو المخرجات ديال هذا الاجتماع اللي عقدتوه؟ بالفعل كان واحد اللقاء جد هام اللي كان ثلاثاء الفريق مع بمقر رئاسه النيابه العامه، واللي حاولنا ان هذه المره نكونوا عرضنا التقرير ديالنا اللي صدر مؤخرا على المؤسسة في شخص الكاتب العام ديالها، وعطينا المعطيات ديال المشاكل اللي كنعانيو منها اللي كتخلي ان القضاء كيتحمل ما خصوش كاع يتحملوا، لان نورمالمون القطاع عنده هيئة التقنين وعنده لجنة ديال الانضباط ديال الفاعلين فيه. نعم، وفي نفس السياق الهيئة ديال مراقبة التأمينات أكابس يعني صدرت مؤخرا واحد مشروع عقوبات ضد شركتي التأمين، شنو هو الرأي ديالكم في هذا المشروع عقوبات؟ هو هذا التقرير اللي صدر مؤخرا واللي كيصدر في سياق ديال مورا التقرير ديالنا اللي كيبين اختلال وفساد قطاع التامين، كان تقرير صادم لان كيبين بالادله والحقائق ما قلناه سابقا كجمعيه مهنيه، وحذرنا منه بان راه شركات ديال التامين المراقبه فيها راه ماشي على هوتور ديال لي دروا لي لوا والقوانين الجريمه العمل. فهنا كيبين لك بان كيقولوا حسب المراقبين ديالهم اللي مشاو عند هاد الشركات بان ما عندهمش ادوات ديال الفرس وديال التحري وديال تطبيق القانون ديال غسيل الاموال وتمويل الارهاب. وهنا اخطر ما يمكن تصوروه، وهنا كيبان الدور ديال النيابه العامه ورئاسه النيابه العامه اللي عندها حتى هي بلغناها بهذا التقرير اللي صدر مؤخرا، خصنا نعرفوا يعني شكون اللي كيتحمل المسؤوليه ديال عدم تطبيق القانون وخلى القطاع اللي هو مالي يقدر يتمول بالارهاب او يقدر اصلا يدير به غسيل الاموال. هذا الشيء راه خطير. فاذا كانوا هاد الناس ما كيراقبوش هذا الشيء، كيفاش كانوا كيمشيو للمحاكم وكيتهموا الوسطاء بينهم كيسالوهم فلوس؟ هنا كيبين لك ان راه المراقبه ماشي على وتر، حتى دوك لي كابيني اللي كيقولوا ديال المحاسبه اللي كيراقبوهم، هنا كيبان لك ان راه ربما ما كاينش تطبيق سليم للقانون، وكانت غير لي نورم كونطابل كتحترم ما نوصلش هذا المستوى. فاحنا اللي كيفاجئنا هو بلي صدرت حتى هي هذا التقرير راه بينات لما نقوله حول هاد المسؤولين، كيقولوا مشروع عقوبات وماشي غير شي شركات، راه قالوا جوج شركات اللي عندها مشروع عقوبات، وثلاثه اخرين من سته ديال الشركات ديال التامين اللي هي عندها جميع فروع التامين حتى هي راه في اطار المواكبه والمتابعه، ماشي زعما 100% كتحترم القانون. يعني خمسه من سته عندهم مشكل ياك، وخصنا نعرفوا خصو يكونوا تحريات، هذا راه صوني الظلام للنيابه العامه باش دير تحقيقات، لان هنا راه كنهضروا في جرائم ديال الاموال
اللي كتمس ما كنتمناو حنا باش يكون المغرب قطب بالي على المستوى القاري والدولي وكنجهزوا يعني امور تعزيز المراقبه الماليه هو صالح تعزيز طموح المغرب في على مستوى يعني القطب المالي للدار البيضاء ليكون باش يجيب مستثمرين. كيفاش غيجيب لنا مستثمرين وحنا عندنا مراقبه ديال القطاع المالي لم جهه قطاع التامينات عمليه التامين ولا من جهه القطاع البنكي لان هذه المشكله ماشي غير ديال شركه التامين حتى في علاقته مع الابناك لان هذوك الابناك حتى هما ما عندهمش رخص اصلا يعني كيبيعوا غير يخطيو على داكشي اللي كيبيعوا فهنا كتبدا الاشكاليه ديال الرقابه ديال القطاع سواء من جهه البنك المغربي سواء من جهه مراقبه التامينات وفين الافق ديالنا فهاد الشيء خصو ان صدر تقرير ديال النموذج التنموي وحنا كنسالوا هاد المؤسسات راه كنسالوها في الانخراط ديالها باش تفعل التنميه المغربيه راه داكشي اللي درسيه بالموسى وخرجوا للمغرب راه ما خرجوش لينا حنا فقط حنا كجمعيات وكمواطنين وكمستثمرين وخرجوا لهاد المؤسسات وهاد المؤسسات تقوم الدور ديالها وتورينا شنو هما الانخراط ديالها وشنو الطموح ديالها والاستراتيجيه ديالها راه ما يمكنش يكون خدمه بدون استراتيجيه بدون توجيه باش نعرفوا حنا التقييم ديالنا فين غنمشيو المغرب باغي نخرط في انك قطب مالي دولي وقاري ويجي مستثمرين اجانب ونقولوا عرب وغيرهم هنا باش يكون هاد الثقه هذه خص يكون واحد الرقابه ما يمكنش يكون العابات وغادي ننجحوا وهذا كنقول لك كناكد مره اخرى هو الدليل علاش حنا باقيين في نفس الرتبه ديال التنميه اللي كتصدر في التقرير ديال الامم المتحده ديال 123 هذا كيحملنا جميع المسؤوليه. واحد السؤال لابد ان نشروا ليه سي يونس هو ان الزبناء كيشتكيوا دائما من ارتفاع اقساط التامين الى جانب ارتفاع الكلفه ديال القروض البنكيه لماذا؟ بطبيعه الحال هذا الجواب ديالو راه سهل خص الرئيس السي احمد رحو وغير المؤسسات انهم يصدروا التقرير ديالهم باش يعطونا المعطيات علاش حنا كي قلنا ديما في الرتبه ديال 800 باقيين في الباديشال لان افيكتيفمون كاين تواطؤات فحنا كنقول لك عندنا واحد الخطا كبير في القطاع هو هاد الناس عوض يمشيو يطوروا في المنتوجات وفي التسويق وحنا دابا عندنا شركات دوليه دخلوا المغرب ودخلوا في اطار تواطؤات لا من المانيا لا من فرنسا وغيرهم وحتى في الابناك لا ميم شوز هنا كيخلي ان الكلفه ديال اقساط التامين او الكلفه ديال القروض راه هي جد مرتفعه لان هاد الناس ما كيبذلوش مجهود باش يتنافسوا باش يجيبوا دي كليون على بعضياتهم كيديروا تقريبا واحد اختلاف قليل في الفارق بيناتهم الشروط باش تستافد من عقود التامين او الشروط باش تستافد من دوك الملفات ديال القروض هي تقريبا لا ميم ما كاينش واحد المغامره واحد المخاطره باش تقدر تربح حصص في السوق وهذا الدليل ديالو اللي كنتسناو المجلس يقولوا لنا كيفاش كتفسر ليا كل سنه كيخرجوا تقارير وارقام واحصائيات على ابناك ولا شركه تامين وهما في نفس الرتبه ديما الاولى هي الاولى الثانيه هي الثانيه الثالثه هي الثالثه الرابعه هي الرابعه الخامسه هي الخامسه السادسه هي السادسه اش كيبين لك كيبين لك باين انه كاين تواطؤ وحنا هذا الشيء كيضرنا حتى لمتى راه ما يمكنش نصبروا على هذا الشيء حنا كنحطوا اموالنا وكنحطوا مجهوداتنا وحدين الفوق ما كيتنافسوش يا اما غتنافسوا وتنضبطوا للسوق يا اما نعيطوا لفاعلين اجانب اخرين يستمروا معنا سيدي وحيدوا علينا الله يجازيكم بخير شرا ما يمكنش حنا نسدوا انتم تبقاو حالين حيت انتم كتتواطؤوا علينا هادشي اللي ما معقولش. نعم سي يونس شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات شكرا مشاهدينا الكرام ونضرب لكم موعد جديد.